السلام عليكم، رمضان مبارك. ان شاء الله الشهر كله عم يتيسر معكم، ان شاء الله مبسوطين، عم تحسوا هيك بنشاط، وكثير منكم كل يوم عم تقيسوا وزنكم مزبوط، لانه عم تشوفوا ايش قد عم تخففوا وزن، وبعض الاحيان عم تتفاجئ انه ليش عم يزداد وزني مع انه انا صايم طول النهار. انا بقول لك ليش، لانه بالافطار ايام عم تختار الخبز والسكر اكثر مما المعجنات، اكثر مما عم تختار الفواكه والخضره والبروتينات. فكتير مهم الانسان يعرف انه اذا بده هالفوائد الصحيه من ناحيه انه يلاقي صحته وعافيته عم ينحف، عم يزداد قوته، عم يزداد قدره. حكينا بالسابق الرياضه، اليوم بدنا نحكي بالبروتينات بالخضر وبالفواكه. هو الشغلات كتير مهمه لجسمك، لانه السكر والمعجنات كثير من الاحيان بتعب، تنبسط فيها، بترتاح من وراها، بس بالاخير هي عم تعب جسمك. ليش؟ لانه بالصيام الانسان عم ينشط جسمه، المفرزات هي نفسها عم تتخلص من كل السكر بجسمك، فليش عم تعود سكر بسكر؟ فتذكر بالافطار بروتينات، خضر وفواكه، والسلام عليكم.